رامبو بقى قلت لي سنة و وسبع شهور. سنة وسبع شهور. احنا يعني بعد رحلة بحث طويلة مع الأستاذ خالد، لأن هو كان لازم يبقى فيه اثنين رامبو مش واحد، وجدناهم بالصدفة في شوارع القاهرة، لأن احنا ما لقيناش في أي. الله، يعني ده مش كلب مدرب من صغره؟ لا، وهم قعدوا شهرين بيدوروا عليه في الشارع. لا أنا فاهمة إنه فاكره انه كلب بلدي بس مدرب في بيت. لا هي كده الرحله كلها، الكونسبت اللي احنا كنا عايزين نحققه برضو، ودي حاجه تانية مصطفى ممكن يتكلم عنها باستفاضه، بس كان جزء من ضمن الفيلم نفسه كله ان احنا فعلا نجيب كلاب من الشارع وننقذهم حقيقي بشكل حقيقي، ان هم يكونوا من الشارع بجد للريد كوربت. يعني ملوش اي مواصفات مميزه، كلب بشكل عادي انت تقدر واحنا ماشيين في الشارع نشوفه في اي وقت، شبه كل الكلاب. وكان الطلب الوحيد اللي اشتغلنا عليه مع كابتن مصطفى وكل الناس في ايست ويند ان احنا بجد نجيب كلبين من الشارع ويكونوا من الشارع للريد كوربت بجد. يعني ده كان عندنا هدف ان هم يكونوا. ايوه، وتعرف منين ان الكلب بتاع الشارع هيبقى متعاون معاك كده في الفيلم؟ ده بقى المجهود الرائع اللي كابتن مصطفى عمله في البحث نفسه عن مستر رامبو بجد. يعني ده البحث عن مستر رامبو الحقيقي. البحث عن مدخل للسيد رامبو. عن السيد رامبو شخصيا. طيب لا قولي لقيته فين؟ لقيته في احد شوارع القاهره، وكان حد من الفريق عندنا هو عارف ان احنا بنبحث عن كلبين شبه بعض. ده دي صوره الشارع. فشفناهم احنا الاثنين لزاز كده، ويعني بذلنا مجهود ان احنا نكتسب ثقتهم، لان هو كلب الشارع في الطبيعي هو بيبقى دايما بيفكر هو الناس بتاذيني ليه، هو انا عملت لهم ايه. فهما ما كانش عندهم ثقه في ده، ودايما بيشوف اي حاجه بتتحرك هو بيخاف منها وبيتخض. فاحنا عايزين نثبت للناس بالتجربه الفعليه ان الكلب اللي انت بتاذيه ده او هو ملوش ذنب في ده، هو احنا عايزين يعني. فبدانا نبني الثقه معاه واحده بواحده. ما هو لازم تقولي بقى اول حاجه عملتوها ايه. اول حاجه اتعرفنا عليهم في الشارع، صاحبناهم في الشارع، ابتدوا اكتسبنا ثقتهم في الشارع. بعدين اخذناهم على ايست ويند، عملنا لهم تشيك اب ان هو يبقى خالي من اي امراض، وياخد التطعيمات المناسبه ليه، لان هو دي حاجة مهمة جدا بالنسبة له. ده حصل بالفعل، وبدأنا معهم اكسرسايز ان هو يقوي الطاقة عندهم، يخلي فيه ستامينا، يعني يخلي فيه قوة اكتر. لان هو وعملت لهم شهادة ميلاد. عملنا لهم طبعا شهادة ميلاد وجواز سفر وكل حاجة. صحيح، ده سافر. طب يعني هو مدرب ده لو ناديت له هيجي ولا لا لسه؟ مش هو دلوقتي يعني بتقول له تعالى ولا كم ولا ايه؟ رامبو بيجي. طب ممكن نجرب رامبو، تعالى يا رامبو. مش قادره اصدق يا رامبو، مش قادره اصدق الجمال. ايه يا رامبو الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه ده؟ طب وتدرب امتى؟ يعني عشان يبقى هو كلب الكلب البلدي ذكي مش طبعا طبعا. ده انت جميل جمال يا راجل. فطلعت لهم، عملتوا الاجراءات اللي هي الاساسيه، وبعدين ابتديتوا تدربوهم. بالظبط. انت عايز تتجوز؟ يعني رامبو. طيب معلش، في حته حضرتك قلتها، قلت لي ان هو كان كلب شارع خايف اكتر. طبعا كان يعني واضح انه كان بيتعرض لاذى كبير. طبعا. فهي دي كانت الصعوبه في ان احنا يعني هو كل التدريب سهل، يعني اي كلب النهارده يتدرب على المشاهد المطلوبه ده بالنسبه لنا سهل، ولكن هو كانت الصعوبه ان هو يكتسب ثقه الناس. وصراحه يعني انا بحيي الاستاذ خالد جدا، الاستاذ عصام، الاستاذ احمد، كل الكرو اللي اتعامل معاه. اكيد.